بتاع البطوله وجمهور النادي الاهلي الكبير. الله يبارك فيك، بشكر جمهور النادي الاهلي طبعا اللي حضر النهارده، وبشكرهم طبعا سندونا من اول دقيقه لاخر دقيقه، وربنا يكرمنا طبعا ويفرحنا دايما زي ما فرحونا النهارده بوجودهم واحتفاليتهم معانا. ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه، خلاص عندنا افريقيا، عندنا ماتشات الدوري ان شاء الله نركز فيها، ماتشات الدوري مهمه برضو للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ان شاء الله خطوه بخطوه. وبارك طبعا للاعيبه وللجهاز على المكسب النهارده، كان مكسب صعب، كانت بطوله صعبه، بس الحمد لله قدرنا ناخدها. يعني بطوله ثانيه على التوالي يا مروان، يا شايفها ازاي؟ مش دوري ابطال افريقيا بتاخده المره الثانيه على التوالي، احساس مميز. اكيد طبعا احساس كبير واحساس عظيم انك تاخد يعني بطوله امم افريقيا، دي حاجه كبيره طبعا، اجمل واجمل بطوله في افريقيا كلها. الحمد لله طبعا، وبشكر اللعيبه والجهاز ثاني، وبشكر الجماهير، ومبروك ثاني. واكيد انت كمان بتكون تاريخ كبير مع النادي الاهلي. حبيبي بخير، الله يبارك فيك، مبروك لكل جمهور الاهلي العظيم، مبروك لمجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني، الحمد لله على البطوله. الحمد لله. تقول ايه للجمهور اللي كان النهارده مايل الاستاد؟ نشكركم، الحمد لله ان انتوا روحتوا النهارده فرحانين، كنا موت نفسنا 100% لو احنا كانت نتيجه كانت مختلفه يعني، بس الحمد لله ضحينا وموتنا نفسنا في الملعب عشان خاطر الجمهور ده يفرح، فالحمد لله يعني. عبد المنعم، كلمنا عن ارقامك انت بقى اللي موجوده مع الاهلي حتى هذه اللحظه. لسه بدري. طبعا طمع بشكل كبير جدا لاداء كبير مع الاهلي وقدم بطولات عاديه زي ما الجمهور بيطالب باللقب ال 13 ليكوا بقى جاي. لسه انا بنبسط بال 13 دلوقتي. يلا مبروك. شكرا. فريق النادي الاهلي الف مبروك بطوله افريقيا، بطوله ال 12 اعتقد بطوله مميزه، بطوله افريقيه كبيره وجديده للنادي الاهلي. الله يبارك فيك، الاول ببارك لجماهير النادي الاهلي وببارك للعيبه وللجهاز. طبعا بطوله غاليه على الجمهور وغاليه علينا جدا، فطبعا احنا تعبنا وربنا كفينا بالبطوله، فالحمد لله. طبعا جماهير النادي الاهلي النهارده اللاعب رقم واحد طول 90 دقيقه بيشجع النادي الاهلي، واقف وضهر اللعيبه بتقول لهم ايه؟ لا طبعا جمهور الاهلي دايما رقم واحد، هو مش النهارده بس، هو على طول رقم واحد، واول دفع لينا هو اللي بيخلينا نروح للانتصارات، دايما بيدعمنا في الوحش قبل الحلو. طبعا بشكرهم جدا من اقل واحد لاكبر واحد، الناس كلها على دماغي، الجماهير بصراحه شكل تحفه النهارده، بشكرهم جدا النهارده. كابتن علي معلول، تقول له ايه واللفته الطيبه من اللاعبين النهارده ان هم حملوا تيشيرته قبل بدء المباراه؟ لا طبعا بقول له الف سلامه عليك، ترجع بالسلامه ان شاء الله حبيبي، وترجع تكسر الدنيا كده ان شاء الله في اسرع وقت، عشان ده تاريخ النادي الاهلي وتاريخ افريقيا. شكرا كريم، والتوفيق دايما.